السلام عليكم. ان شاء الله يا جماعه في الدرس ده هنتعلم ازاي نكافي الداتابيز، وازاي نمسحها، وازاي نكافي التيبل، وازاي نمسحه، وازاي نستخدم الالتا. تمام. اول ما تفتحوا البرنامج هتلاقوا واجهه زي دي، هتدوسوا كونكت. تمام. بعد كده هندوس نيو كويري. بعد ما ندوس نيو كويري هنبدأ نكتب الاوامر اللي احنا هنعملها. فاول حاجه هنا زي ما انتم شايفين في الكومنتس ازاي نكافي داتابيز، هنعمل كافيت داتابيز بعد كده اسم الداتابيز اللي احنا عايزين نكافيتها. فهنكتب كافيت داتابيز، ومش شرط كابيتال او سمول. تمام. داتابيز نيم مثلا، ولنفترض هنسميها شوب. بعد كده هنعمل هايلايت او هنعلم على الامر بتاعنا، وهندوس على اكسكيوت. هنا بيقول لي كومبليتد سكسسفول. هنعرف ازاي، نتأكد ازاي ان هي اتعملت؟ على الشمال كده هتلاقي كلمة داتابيز، هندوس عليها. بعد كده هتلاقي داتابيز اسمها شوب، دي اللي احنا عملناها. حلو جدا. طب لو عايزين نعمل دروب للداتابيز، عايزين نمسحها، يعني احنا عملناها دي عايزين نمسحها ازاي؟ نفس اللي يعتبر نفس السنتكس، دروب داتابيز داتابيز نيم. فبدل كريت هنعمل دروب، فدروب داتا بيز داتابيز نيم اللي احنا عايزين نمسحها اسمها شوب. فهو ده هنعلم عليها وهندوس اكسكيو. هنيجي نعمل هنا كده ريفريش، هنلاقي اسم الداتابيز مش راح يعني اتشال. ماشي. نكافي دلوقتي الداتابيز عشان نعرف نكافي جواها تيبل. جيت الداتابيز اللي اسمها شوب اتعملت، هندوس ريفريش هنلاقيها، هندوس كليك يمين عليها، هنعمل نيو كويري. عايزين مثلا نعمل تيبل جوه الداتابيز. تمام. هنيجي هنا بس اخد الكومنتس اللي انا عاملها دي كده كوبي، او نشوفها من هنا. هنا ازاي هنكافي تيبل؟ كافيت تيبل، هنكتب كافيت تيبل بعد كده اسم التيبل اللي احنا عايزين نكتبه، وبعد كده جواه بقى الداتا تايب. فهنقول كافيت تيبل، اسم التيبل مثلا ونفترض كاستمر، وهنفتح براكتس، هنعمل براكتس مثلا اي دي. الاي دي ده عايزه من نوع انتجر، وعايزه خليه من نوع انتجر دلوقتي، بلاش برايمري كي دلوقتي، عايزه من نوع انتجر. والنيم مثلا عايزه فايت شور، في مثلا 255 رقم، بيكون 255 حرف. الفرق بين الفايت شور وبين التشور، ان الفايت شور مثلا لو انت محدد 255 حرف ممكن يتكتب، او 55 مكان ممكن يتكتب. انت لو كتبت 20 فهو يعني يشيل الباقي ويبقى السايز 20. لكن التشور لو جيت مثلا كتبت 255 وكتبت مثلا جوه 20 بس، فالسايز هيبقى 255، فالفايت شور افضل. احنا كده طبعا عملنا سنتاكس، هنعمل هنا بس كده سيمي كولون. بعد كده هندوس اكسكيو كومبليتد سكسسفول. هنا احنا جوه الشوب هنخش على التيبل، احنا كريتنا تيبل، هنلاقي تيبل اسمه كاستم. طب ازاي هندوب هنمسح التيبل؟ لو جينا هنا هنلاقي دوب تيبل تيبل نيم، ادي دوب تيبل تيبل نيم، يبقى نفس السنتكس، دوب تيبل تيبل نيم، ايه تيبل نيم اسمه كاستم. وهنعمل هنعلم عليه دوب تيبل كاستم تيبل نيم. شوف كده نعمل اكسكيوت كده التيبل اتمسح. هنعمل ريفريش على التيبل، هنلاقي التيبل ايه اتمسح. تمام. طب انا بذكائي مسحت التيبل، وانا اصلا لسه هقول الالتا. ماشي. هنكريت التيبل تاني، هكريته على طول عشان وقت الفيديو. انا هنا يا جماعه عملت التيبل اللي انا لسه مسحه. نفس الداتا تايب اي دي نيم فاتشر. هنخش على الالتا. الالتا يا جماعه بكل بساطه، انت مثلا عندك عندك تيبل زي الكاستمر جواه نيم واي دي، عايز تضيف مثلا الميل، فتستخدم الالتا، بتضيف كولوم او تشيل كولوم. عايز تمسح مثلا النيم اللي عندك، الكولوم اللي احنا بنقول اسمه نيم، او تعدل على الداتا تايب بتاعت الكولوم. فاول حاجه هنشوف الاد. هنا اد الالتا في تيبل، تيبل نيم اد كولوم نيم داتا تايب. يعني ايه؟ يعني الالتا تيبل.
التيبل اللي انت عايز تغير جواه اسمه ايه؟ اسمه كاستمر. تمام. بعد كده هنعمل اد. الكولوم اللي انت عايز تضيفه اسمه ايه؟ اسمه ميل. الداتا تايب مثلا فار تشو. تمام. 200. احنا كده بنستخدم الالت عشان ايه؟ عشان نضيف. هنعمل اكسكيوت، هيقول لي هنا ايه كومبليت سكسسفول. عايز تتاكد هتيجي عند الكاستمر وتعمل ريفريش عند الكولوم يعني اللي عندك، تعمل ايه؟ تعمل ريفريش. هتلاقي هتخش، بص هنا هتخش جوه الكاستمر، بعد كده هتخش جوه كولوم، بعد كده هتشوف الحاجه اللي عندك، الكولوم اللي عندك. نخش بقى على الدروب، نفس الكلام. الترا تيبل، تيبل نيم كاستمر. تمام. هنا السنتكس بتاعها انا هسيب لكم ان شاء الله كل حاجه دي في نوت باد، هسيبها لكم ان شاء الله في ديسكريبشن. الترا تيبل كاستمر، بعد كده دروب، بعد كده اسم الكولوم اللي انت عايز تشيله ميل. تمام. هنا نسينا حاجة، هنضيف هنا كولوم دي ثابتة. ده الفرق يعتبر بين السنتكس بتاع دروب والاد، هي كلمة الكولوم. تمام. وهتيجي تعمل اكسكيو، هيقول لك هنا كومبليت سكسسفول، كومبليت سكسسفول. ريفريش، هتلاقي الميل اتش ام. مش ناقص غير ان احنا نعمل موديفاي على الداتا تايب بتاعت الكولوم. ازاي؟ فهنعمل الترا برضو تيبل، فالالتر تيبل تلاحظ ان هي ثابته على طول، تيبل نيم برضو كاستمر. تمام. بعد كده الترا كولوم، كولوم نيم اللي انت عايز تعمله موديفاي. يعني مثلا عايز اخلي هنا النيم، هنا الداتا تايب بتاعتها فايت شو، عايز اخليها تشار بس، فماشي بس كده. هنقول نيم ده الكولوم اللي احنا عايزين نغير فيه، وعايزين نخلي الداتا تايب بتاعته مثلا تشار. بتشيل 200. بعد كده هنيجي نعمل اكسكيو كومبليت سكسسفول، هنيجي نعمل هنا ريفريش، هتلاقي دي بقت ايه؟ بقت تشو. تمام كده يا جماعة، اهو بيكون الدرس سهل وبسيط وعجبكم، ولو في اي استفسار سيبوه في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليكم. السلام عليكم.